طارق، الله يمسيك بالخير يا ابو طارق. الله يسعد المسار. نتعرف عليك. عثمان محمد احمد عبد رب السبتي، سكان حاليا سكان ضاحيه الحاج حسن. نعم. مواليد جبر النظيف 1965. طبعا الاستاذ ابو طارق هو محامي قانوني وشرعي. انا محامي نظامي فقط حاليا. نظامي. مارست الحقوق منذ 10 سنوات. قبل هذه الفترة كنت مدير مالي. درست في مدرسة الفلوجة الإعدادية، بعدين مدرسة سعيد القرة الثانوية، ثم أخذت دبلوم في المحاسبة سنة 83 من الكلية العربية. ثم بعد أتمام دراستي في الحقوق من جامعة الزيتون الأردنية. أو حتى يعني هذا ما مش من أي عام طلعت من النظيف؟ 86. 86. نعم. ذكرياتك في جبل النظيف أستاذ عطار. سيدي جبل النظيف يعني بالنسبة لأي شاب يمثل تاريخ. نعم. يمثل ذكريات. يعني إحنا بينا وترعرعنا جبل النظيف. نعم. مش بعيدة عنا ولا غريبة، لا حاراته ولا زققه ولا أي دخل من دخلاته. نعم. دائما في بالي صالون ابو طلال الله يرحمه، صالون ابو ياسر. نعم. هالاماكن اللي كنا نتجمع فيها كشباب في هذاك الوقت، كنا دائما نتجمع في المنطقه خلف مسجد طارق. اي يعني اماكن لا تنسى، احلى ذكرياتنا كانت في جبل النظيف، ذكريات الشباب. كانت الناس وما زالت في جبل النظيف قلوب صافيه طيبه متعاضده مع بعضها البعض. يعني مجتمعات الدوائب في الأماكن الأخرى تعاضدها ووقوفها بجنبها بجنب بعض مش زي جبل النظيف. فجبل النظيف له خصوصية معينة، وهذا اللقاء اللي تم الدعوة له يعني أنا بالنسبة لي كان دعوة مهمة جدا لإعادة ذكريات، لرؤية أشخاص صرنا فترات طويلة ما شفناهم. وفعلا يعني في ناس ما شفتهم مش من 20 سنة أو أكثر، شفناهم الليلة. من ذكرياتك السابقة وأصدقائك تقدر تتذكر مين موجود حاليا في جبل النظيف وش خرج؟ والله أنا مش الكل بعرف إنه موجود في جبل النظيف، لكن الموجودين هيكون قاعدين كل